أصدقائي في حلقة جديدة في المفيد في إشارة تحليل الأشارة من خلال التحليل الإشارة من المعارض الثقيل. طبعا مش مشكلة الثقيل التناسب اللي هي قصص بتحبوها والتعليقات اللي بنحب نشوفها منكم، التعليقات اللي بتنم عن الأغلاط وعن الشغلات الحلوة اللي بتحكوا. طيب أنا إشارة اليوم يا إخوان إشارة خفيفة نظيفة، لكن إذا وجدت هذه الإشارة فأنت في الموقع الصحيح. تمام، وانت عند التكنيز والله العليم. طبعا احنا بنحكي دائما التكنيز لكن الله اعلم، معلش اعذرونا على صوت الهواء اذا كان اعذرونا على صوت الهواء. تمام، لكن احنا شوي في منطقه مفتوحه، ماشي، يعني ماشي زي ما انتم شايفين في الجبال. كويس. طيب اخوان اليوم بنحكي عن الجرون، ممكن نقول لكم انتم تشتغلوا. تمام، هذا هو الجرون، تمام، زيه زي جرن المغارة، لكن جرن تثبيتي لإشي مهم جدا. المغارة كبيرة وإشي مهم جدا جرن تثبيتي. شوف الطريقة اللي بيجي فيها، شوف الصخرة كيف، هاي الصخرة تلزيق، هاي مش من الطبيعة، صخرة تلزيق عليها الجرن. أيوه تمام. طبعا بنحكي للي في المناطق اللي مش بالأردن والهاي، وارجونا إذا عندكم جرن زي هذا، إذا في حدا في عندكم عنده جرون زي هذا يورجينا. احنا بنقول لكم أهل الجرون، أهل الإشارات، وأهل المناطق، وأهل المناطق الأثرية والبلاوي. إذا في حدا عنده جرون زي هذا الجرون، تمام، يجي يقول لي أنا في عندي جرون زي هذا. تمام، جرون تثبيتي 100% معمول بالطريقة الصحيحة مليون بالمية. ترى كيف دخلته من جوا، كمان في حرف جوا. طيب هذا على ايش بدول يا اخوان؟ هذا على ايش بدول؟ طيب احنا جرن هو جرن توجيهي بالاخر، مع انحدار، مع انحدار الصخره، يعني هاي الجرن مع انحدار الصخره، الصخره منحدره بالشكل هذا. تمام، مع انحدار الصخره مفتوح عندنا الجرن من هاي المنطقه يا اخوان، هاي المنطقه مفتوح منها وهون مسكر. تمام، اذا جرن مغاره، لكن تثبيت لمغاره قويه جدا. تمام، طبيعة الصخرة زي ما احنا شايفين كلها عبارة عن تلييس في تلييس، ماشي، يعني عبارة عن حدا باقي يليس فيها تلييس الصخرة هاي. طيب شو بتروح معنا بالاتجاه هاي؟ هاي شو بتروح بالاتجاه؟ بتروح بالاتجاه هذا هو. تمام، الفحص بين معنا البوابة هون، لكن إذا أنا بدي أوصل البوابة على إيش بدي أوصل؟ ماشي، تمشي بالاتجاه يا إخوان. عندي هون زي الدرج، هاي درجة وهي درجة، شايفينها؟ طبعا المنطقة هون منطقة أثرية يا إخوان من الطراز الأول، منطقة أثرية من الطراز الأول. تمام، عندي من هون هاي اتجاه البوابة، هاي اتجاه اللي لازم إحنا نيجي. هاي الجرون هون، معلش على صوت الهواء، هاي الجرون هون في الاتجاه ده. تمام، شو ببين لنا؟ هاي اثنين، اشارة المغارة، تثبيت لهذيك اشارة المغارة. تمام، طبعا عندي اشارتين مغارة هون، مش اشارة واحدة. هاي نرجع بنحكي، هاي الاشارة هون، هاي الاتجاه، اشارة هون، اجي عندي الدرج. تمام، زين، شكل المغارة الداخلي يا اخوان، شكل المغارة الداخلي، هاي هو مفتوح ومن هون مسكر. تمام، يعني هو مفتوح مع سيال نازل، سيال هابط. تمام، تبغى يقحي الجرن الرئيسي المغارة، سيال نازل باتجاه مع السيال، يعني لو جيت حطيت فيه مي هذا عبيته مي راح ينزل معاي من هاي النقطة اخوان عشان يوصل للنقطة هاي. تمام، الإشارة التابعة، إشارة تابعة، يعني إذا أنا ما شفتش مثلا الإشارة في إشارة تابعة، ودينا حكينا قبل هالمرة في إشارات التابعة إنه بيكون في أكثر من تابع للإشارة، لكن راح أورجيكم هسه المدخل، ماشي. إشارة تابعة هي هاي، تمام، نفس الشكل تبع المغارة، مسكر مفتوح من هون، عندنا اتجاه البوابة مع إشارة اللجف عليها جرم التثبيت، هذا اللي
جواته 2 2 3 وعبارة عن عدد القبور الموجودة. تمام، هاي معنا شكري اليوم. تمام يا اخوان. ايوه 2 3 عدد القبور الموجودة جوا، والله العليم انها يكون قبور تكنيزية. تمام، لكن هو اشارة اللجف راحت مع اتجاه، هاي الاتجاه تبعها وهي الاتجاه الثاني، هاي واحد وهي واحد. الاتجاه وين هو؟ هون. طيب شوفي عندي هون ليش بوصل هون، جينا حكينا هون اشارة المغارة هي هون مع السيالات مع الاتجاهات الى اخره، مع اشارة اللي هي زي اشارة الدرج. تمام، هاي اشارة الدرج بتدل انه في غرف جوا. ماشي، بوصل لمكان الحفر، هاي هذا مكان الحفر هون، جرن التثبيتي لمكان الحفر. ايوه هذا جرن التثبيت مليون بالمية، ايوه شايفينه؟ يعني صار عندنا توابع اشارة، جرن الحلو كثير. تمام، جرن الحلو كثير اللي موجود في المنطقة ذيك، جابنا لا اشارة المغارة لا اشارة ثانية توجيهية برضو لاشارة المغارة الرئيسية. تمام، اشارة المغارة الرئيسية، بعدين معي السيالات نزلت وصلتني لمكان الحفر البواب. الآن مع فحصها هي في الفراغ، فحصها في الفراغ، اجى اتجاهنا مثل الاتجاه هذا بالضبط. يا اخوان احنا فحصناها، تمام، اجى اتجاهها مثل الاتجاه هذا بالضبط. زي هيك الدلالة تبعتها وجود الدرج. ايش هي؟ طيب هاي واحد، هاي قواطع يا اخوان، هاي غرفة داخلية، هاي غرفة هون، هاي قواطع داخلية. تمام، اشارة سهلة، لكن ان انت لقيتها ماشي راح تكون انت غني، راح تكون فعليا غني. راح تقولوا لي ليش بتحفرها انت؟ اقول لكم ما بدي احفرها، انا حر. ماشي مزبوط، ليش احفرها؟ انه ما بديش احفر، حرنا اخوان، انا حر والله. تمام، مش مشترك في القناه اشترك في القناه يا اخوان، فعل الجرس عشان اشوف الحلقات السابقه والحلقات الجايه. تمام، لكن اشاره مهمه جدا، اشاره من اهم الاشارات اللي موجوده. طبعا انا بتحدى واحد عندهم مثل هذا الجرن، واحد بس، ما بدي جرن ثاني عشان اقول لكم احنا اهل الاشاره، واحنا هاي تقول لك تطبل عليها زي البطيخه. تمام، احنا اهل الاشاره يا اخوان، واحنا اللي عندنا الاشارات. جرن زي هذا نظامي مليون بالمية، طلعوا كيف عملت. تمام، ورجيني واحد طلع كيف صحبه. الجبال اهل الجبال، طلع اهل الجبال، اهل الحضارات، الحضارات اليهودية، الحضارات البيزنطية واليونانية، وايش كمان ضرب عليهم. تمام يا اخوان، واحد بس يطلع لنا جرون زي هذا الجرون. طب شوفي في المنطقه كمان، يعني لو بدنا نعرف انه هاي المنطقه هي منطقه حضاره، كان فيها حضاره، كان فيها سكان، ولا ايش هي يا اخوان؟ تعالوا خلينا نتفرج ما سوا. شوفوا هالدرج كمان، تقدر تتفرج على الوادي اللي تحت، يعني برضه تقدر تتفرج على الوادي اللي تحت، هو زي الكرسي لكن مش اشاره كرسي. تمام، نعتبرها مثلث، لكن في جبهة تفصيل لمغارة ثانية باتجاه الأخوان. تفصيل المغارة هذا هو، هاي البوابة عندي هون. تمام، وتحدى طبعا على الحكي اللي أنا قاعد بحكيه، بتحدى يا أخوان. ماشي، هاي البوابة هون، ندخل على غرفة يا أخوان، غرفة احتمال إنها مدخل مرتب. ماشي، شوفوا هاي شكل ثاني، هاي شكل المغارة الثاني التثبيت تبعها بالاتجاه يا اخوان. شوف الاتجاه البوابة هاي، هذا هو هيك. تمام، هون
شفتوا كيف احنا اهل الاشاره؟ نرجع نقول احنا اهل الاشاره ماشي. اللي عنده اشارات زي هيك ينزلها على قناه عنده، وانا اول متابع راح اكون اللي بطلع لنا اشارات زي هيك. تمام، شكرا لكل المتابعه يا اخوان. اليوم كان معنا الجرون التكنيزي من درجه اولى، وكان معنا الشباب الطيبين الحلوين ماشي، ولكل البحيشه الله يوفقكم. ولا تنسوا الاشتراك بالقناه، تفعيل الجرس يا اخوان، وتعطونا لايكات. هي اللي بده يشترك بالقناه هي هنا، يكبس هنا طق بيشترك بالقناه يا اخوان. شكرا لكل المتابعه.